دلوقتي مشاهدينا جمعتنا مع ابرز اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومن اهمها ان فريق النادي الاهلي هيواجه فريق فيوتشر في المباراه المؤجله من الجوله 24 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم. خلينا نشوف. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وده حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة. النهاردة هتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية جديدة بجانب قطارات عيد الأضحى 2023، واللي تم تخصيصها لنقل المسافرين عبر المحافظات المختلفة، ويأتي ذلك ضمن استعدادات هيئة السكك الحديدية لاستقبال كثافة المسافرين في عيد الأضحى لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع المباراة المؤجلة من الجولة 24 من عمر المسابقة، هيلتقي الأهلي مع فيوتشر الساعة 8:30 بالليل.